حضرتك تحدثتي انه بالفعل تم افتتاح عدد 8 مراكز تقريبا من 8. هذه المراكز اول مرحله المجتمعيه، 8. فهل الانضمام لهذه المبادره او الاشتراك بهذه المبادره والاستفاده منها، هل ده مرتبط بفكره مراكز الشباب اللي موجود فيها مراكز مجتمعيه، ولا هذه المبادره على مستوى كل انديه الشباب الموجوده في كل المحافظات؟ لا، المبادره على مستوى جوه مراكز الشباب والمنطقه اللي بره مراكز الشباب، يعني مش ما يكونش حتى عضو في مركز شباب او يكون ساكن جنب مركز شباب، لا، مفتوحه لكل الشباب، بيعلن عنها من خلال لينك الشباب بتقدم وبننظمهم في مجموعات. في شباب بتاخد فين اللينك ده؟ على ايه؟ على موقع شباب ورياضه ولا موقع وزاره الشباب والرياضه؟ بيعلن عنها في مديريات الشباب اللي جواها مراكز الرقميه المجتمعيه، الجروبات الشباب اللي بتاخد تدريبات معانا جوه الاداره المركزيه لتمكين الشباب، والشباب بتقدم على اللينك وبيبتدي تقسيمهم في المراكز اللي هي اقرب مراكز ليهم فيها مراكز مجتمعيه رقميه. في شباب بتكون بتشتغل الصبح عايزه التدريب بعد الظهر او بالليل مساء، بنعملهم على جروبات اللي هياخدوا فتره مساء واللي هياخد فتره صباحا، ميسرين كل الامور للشباب. ويمكن الكورسات دي مكلفه جدا بس وزاره الشباب والرياضه بتقدمها للشباب مجانا. الكلام ده في 27 محافظه؟ هو المراكز المجتمعيه الرقميه اول مرحله في القاهره الكبرى 3 مراكز، لكن في 2024 هنبدا على مرحله ثانيه مع محافظات اخرى. عملنا تشبيك مع جهه اخرى مثلا زي مؤسسه من مؤسسات اخرى ان هي نشتغل على الموضوع ده وتفتح لنا هي في محافظات اخرى. فمؤسسه كير اشتغلت معانا ان احنا فتحنا هنشتغل على انديه بقى تمكين رقمي في دمياط وفي اسكندريه برضه. فبنعمل شراكات مع جهات كتير عشان نبتدي نغطي ال 27 محافظه ونفيد اكبر عدد من الشباب. طيب استاذه منال، هل في اشتراطات معينه لانضمام الشباب لهذه المبادره؟ وعايز اعرف برضو من حضرتك نوعيه المواد اللي بتدرس في هذه المبادره. طيب، هو الاشتراطات اللي بنحطها يكون سن الشباب من 18 ل 35 سنه، لان دي مبادره للشباب. ويمكن معالي الوزير فتح السن شويه ل 40، لاني بنلاقي في ناس 36 سواء محتاجه تاخد الكورسات ديت وما معهاش امكانيات ان ياخدوها، ففتحناها لحد 40 سنه. يعني هي دي الشروط المعينه، لكن ما لا تتطلب مستوى تعليم معين، لا يعني ما فيش اي شروط تانية؟ لانها تكنولوجيا لازم يكون خريج مؤهل عالي عشان دي كلها برامج تكنولوجيه وباللغه الانجليزيه. طب. وبياخدها على منصه كورسيرا برضو عن طريق الاونلاين فجوه المعمل الكمبيوتر اللي جوه مركز الشباب. طب ايه هي يعني اهم البرامج اللي بتاهله لدخول سوق؟ يعني بتدرسوا له ايه في الحاسب العادي؟ بيدرسوا التكنولوجيا، برامج التكنولوجيه اللي هي مثل تصميم مواقع الكترونيه، لغه البرمجه بيدرسوها مثل بايثون، بيدرسوا تحليل البيانات، التحول الرقمي، كل الحاجات دي، كل ما هو خاص بالتكنولوجيا. وده معتمد عن طريق كورسيرا. كورسات. طيب استاذه منال، يعني خلينا ناخد تخريج هذه الدفعه الاولى كمثال، ايه اللي هيتعمل معاهم بعد كده؟ احنا عملنا يعني الدفعه لما بتتخرج وخد التدريب وبقى فاهم، في منهم من الشباب دول مثلا المية طلعوا بثمان مبادرات تكنولوجيه، كل واحد عندهم مبادره تكنولوجيه، فكره رياده اعمال تكنولوجيه. دول احنا هيتم تمويلهم من خلال الشركه المؤسسه الشريكه معانا بجزء من المبلغ عشان ينفذ المبادره بتاعته. اما الباقيين فاحنا نفذنا لهم ملتقى توظيف مع شركات القطاع الخاص اللي هي خاصه بالاي تي والتكنولوجيا، موفره وظائف تكنولوجيه، هم جاهزين ومتدربين، وجبنا الشركات اللي محتاجه الوظائف دي والشباب اللي واخد الكورسات دي وعملنا لهم ملتقى توظيف.